حوالي 60,000 نقطة في مصر كلها. دي كانت أول مرحلة إن حضرتك بتسجل، وبعد ما بتسجل بتيجي البيانات، بيجي البيانات لستاف اللي حضرتك شايفه ده كله هو المسؤول عن مراجعة وتدقيق البيانات. وصلنا لمرحلة تدقيق البيانات زي ما حضرتك شايف كده، لو البيان فيه حاجة، ناقصه حاجة، بيان سليم، البيان محتاج، عندنا كول سنتر وعندنا تواصل على طريق الفيسبوك وعندنا كل التواصل عن طريق السوشيال ميديا أعتقد مع كل الناس اللي سجلوا وحاولوا يحصلوا على البطاقة. فديت أعتقد إن هي المرحلة الأولى اللي حضرتك شفتها معانا، وبننتقل على طول للمرحلة التدقيق. برضو احنا ده استاف كامل معانا هنا، برضو الأستاذ محمد رشدي والأستاذ أحمد عادل، ودوت استاف كامل من خلال النادي الأهلي بيكمل برضو مرحلة التدقيق ومرحلة تأكيد البيانات، ولو في مشكلة بيراجع الناس فيها. والنقطة المهمة من خلال حضرتك، يوم ما اعلنا في المؤتمر الصحفي قلنا ان السيرفر الخاص بالبيانات موجود جوه النادي الاهلي، فالناس قالوا ازاي ده لازم هيبقى في احدى الجهات ما، فاعتقد انه ده السيرفر قدامنا اهو، ده السيرفر اللي عليه البيانات، البيانات معانا احنا، البيانات في امان. بعد المرحله دي كلها، بعد التدقيق والتسجيل والتاكيد والمراجعه، اعتقد ان احنا بنروح لمرحله مهمة جدا اللي هي مرحلة ما قبل الطباعة. مرحلة ما قبل الطباعة حضرتك ديت أجهزة الطباعة واحدة من أكبر برنترات اللي في العالم اللي هي متخصصة في هذا المجال. أنت حضرتك تقدر دلوقتي لو تعمل معايا زوم، دي البطاقة أهي قبل ما تطبع، بمجرد إن هو دي شكل البطاقة من ورا وده شكلها من قدام، وده رقم بيبقى هنا المسلسل، ديت بعد الطباعة اهي. ولو انا عاوز اقرا البيانات بتاعتها ممكن حضرتك، يعني دوت يحيى مصطفى بخيت رقمه 6007، لو انا حطيت كده على الجهاز بتاعي، صح كده يا باشمهندس، حطها ممكن حضرتك تخش هنا تعمل زوم معايا، هتبص تلاقي البيانات بتاع يحيى مصطفى بخيت بكل بساطة ظهرت قدامي. لو حضرتك عملت زوم يحيى مصطفى بخيت، وده اعتقد ان هو داخل الاستاد نفسه هيبقى الجهاز ده موجود، يعني في الثانية الواحدة هيخش مشجع. دي مرحلة الطباعة. بعد ما خلصنا مرحلة الطباعة ونخش على مرحلة الأخيرة، واعتقد ان هي هنا على فكره كل الناس دوت ستاف اللي احنا فيه، ده بتمر على مرحله بقى كتابه الاظرف من خلال احترامنا للمشجع، اللي هو احنا طبعا كل المحافظات بعتت علشان تاخد تسجل، فبالتالي هي متقسمه محافظات القاهره وجيزه زي ما حضرتك شايف واسكندريه، وبيتكتب الظرف. الظرف ده بيبقى فيه ايه بقى حضرتك؟ الظرف دوت بيبقى فيه الاتي. الظرف اللي بيروح للمشجع بيبقى فيه الاتي. اولا الظرف زي ما حضرتك شايفه كده بيجمعه، بيجمع فيه ايه؟ ده اللي هقول لحضرتك بالظبط. الظرف دوت بيروح لحضرتك وانت جمهور النادي الاهلي على اسمك ومحافظتك والحي بتاعك ورقم تليفونك. وفي رسالة هنا مهمة جدا، لا يتم فتح المظروف إلا بواسطة صاحب الايه؟ الظرف. ورقم مسلسلك 5364. جواه البطاقة بتاعتك. يعني الظرف هيبقى جواه البطاقة، وجواه تذكرة المباراة المخفضة اللي هي ب 16 جنيه. حضرتك في ربط بين التذكرة وبين البطاقة. لا ده من غيره ينفع ولا ده من غير ده ينفع. وبالتالي التذكرة ديت زي ما حضرتك شايف هتبقى سعرها العادي ب 50 جنيه. علشان بطاقة الجمهور عملت لك ميزه من ضمن المميزات بتاعتها تخفيض اكتر من 65%، فبقت ب 16 جنيه، يعني الظرف ده هيكون فيه البطاقه والتذكره. وده حضرتك علشان لو في اي مشكله حضرتك هتعمل ايه؟ حضرتك هتتواصل معانا ازاي على الفيسبوك؟ وازاي هتتواصل معانا على التليفون لو انت مش من مستخدم الفيسبوك؟
وده ارقام التليفونات. حضرتك لو انت هتبعت لنا رساله وهنرد عليك. ده محتوى الظرف اللي هو في الاخر بيحترم ادميه المشجع، ادميه الجمهور. بيروح لحضرتك الظرف ده كده هيبقى مغلق وهيبقى مختوم، فبالتالي حضرتك مجرد منافس فوري هو هيسلمك بس فقط الظرف. وده من خلال برضو طبعا انا هنعرف بقيه المجموعه، ده الظرف اللي هيروح لحضرتك، فده هيجي لك الظرف ده بالشكل ده. فحضرتك لا اللي هيسلمك يقدر يقول لك في حاجه زياده، ولا يقول لك طب مساء الخير، ولا صباح النور، ولا حاجه خالص. انت تاخد الظرف مجرد ان هو بيوصل لك الظرف، ولا له علاقه بيك، ولا تدفع جنيه زياده، ولا تدفع اي شيء زياده. ولو في اي مشكله معانا مسؤول فوري استاذ اسلام، هو مسؤول عن المشروع معانا وهنتعرف عليه دلوقتي، ومتابعه برضه من شركه فالكون، ومعانا الاستاذ محمد علي. اعتقد كل الناس دي كل واحد عارف بيعمل ايه. احنا حتى اتعمل حاجه اسمها فور بلس. فور بلس دي اماكن مجهزه لتسليم الناس الاظرف بتاعته. يعني حضرتك انت مش رايح تقف في صف، مش رايح تقف في كشاك، مش رايح تتعب، مش رايح. فكل الموضوع عاوز حضرتك كل منفذ هيبقى فيه حوالي 400 ظرف. لو احنا كل واحد مجرد انه وقفنا واللي رايح بس هو اللي سجل وهو اللي معارف اسمه وعارف رقمه كام، هيروح يقول لي انا رقمي 5430، اسمي اسلام علي مصطفى. اسلام علي مصطفى بشوف بطاقته بيمضى على الظرف على مكان على الشيت، ويتفضل الظرف بتاعك والسلام عليكم. وكده دي المرحله الاولى بتنتهي بان احنا وعدنا فاوفينا بتسليم البطاقه. بتاخد حضرتك بطاقتك دي وتذكرتك وتطلع على فين؟ على الاستاد. قبل ما بتروح للاستاد لازم يعني اعرف حضرتك ان كل المحافظات اهي، دي كل المحافظات متقسمه، القاهره وجيزه واسكندريه والقاهره متقسمه احياء، فيها حي الدقي، حي مصر القديمه، حي المعادي، حي البساتين، كل دي احياء، حاجات من جوه حاجات. وبجد اذا كان في حد يستحق الشكر فهو الناس اللي حضرتك شفتها دول، ازاي بيدقق البيانات، ازاي بيراجعها، ازاي بيبعت، ازاي بيتواصل معاك، ازاي بيفرز، ازاي بيفصل، ازاي بيوصل للظرف اللي حضرتك شفته ده، في عمليه امان كامل وفاصل. علشان ارجع لحضرتك بقى المسؤول عن التسليم والمسؤول عن المتابعه في هذا الامر مين؟ برضه لازم اعرف حضرتك بقى خليه النحل اللي شغاله على مدار الاشهر اللي فاتت في المشروع. معايا المهندس محمد علي، هو ممثل فالكون، واعتقد ان هو يعني حاجه سريعه، كلمه سريعه كده للجمهور والنادي الاهلي. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، احنا بدانا كشركه فالكون من بقى لنا حوالي 3-4 سنين شغالين في موضوع تامين المباريات. طبعا كانت بدايه النادي الاهلي ان هو يبدا خطوه زي دي في تنظيم عمليه دخول الجماهير وعمل قاعده بيانات. ده كان ريسك بالنسبه لنا ان احنا ندخل، لازم كنا واخدين القرار ان احنا لازم ناخد حاجه زي دي، لازم احنا يبقى عندنا الصب بحيث ان احنا نكمل العمليات التامينيه اللي احنا بداناها كشركه في تامين المباريات والبطولات الافريقيه والبطولات المحليه في مصر. يعني اتعاقدنا مع اكبر شركات في السوفت وير، شركه كيلم، شركه الماني، وشركه فوري اكبر شركه تعاملات نقديه في مصر عندها اكثر من 60 منفذ. احنا دورنا كشركه فالكون احنا الرابط ما بين كل عناصر المشروع، احنا اللي بنوفر كل عناصر نجاح المشروع من توفير الطابعات واللابتوبات واجهزه الريدر واللابتوب والكروت. طبعا المرحله اللي بعدها اللي ماسكها شركه كيلم اللي هي توفير السوفت وير وعمليه تسجيل البيانات والمراجعه والكلام ده كله. بعد كده بعد انتهاء العمليه زي ما كابتن وليد وضح يعني بنخش على شركه فوري، هي المفروض ان هي مسؤوله عن توزيع الكروت والتاكد ان الكارت وصل لصاحبه، عشان البطاقه وصلت لصاحبها، علشان ان شاء الله دي خطوه لعوده الجماهير في المستقبل باذن الله. شكرا. المرحله الاولى احنا حضرتك شفناها، هو من شركه فالكون هي مسؤوله عن التامين يوم المباراه، شركه كيلم اللي هي السوفت وير، وما نصرش معانا بصراحه يعني ب 100 راجل تعبت الفتره اللي فاتت جدا بشكرها، وهي برضو تقول حاجه بسيطه لجمهور النادي الاهلي اللي تواصلت معاه، وتقول لنا بس موقف من اللي شافته غريب في البيانات اللي جات لنا. يعني مهندسه رشا من شركه كيلم،
احنا لينا الفخر طبعا ان احنا ناخد مشروع مع النادي الاهلي، وده اقل حاجه ممكن نقدمها لجمهور النادي الاهلي. هو بس يعني احنا نتمنى ان احنا يعني نوصل لمرحله ان كل الجمهور يقدر يفهم يعني ايه ندخل بيانات صح، ازاي ندخل صورته واضحه، ازاي، لان الحاجات دي بتاخد وقت. هو المفروض ان الواضح ان الشخص ان هو يحط صوره وشه تكون واضحه وتكون خلفيتها بيضاء، لقينا بعض الناس حاطين صور ليس لها علاقه بصوره شخصيه، بعض الناس حاطين شهادات تقدير غير علم الاهلي، يعني حاطين اي صوره لا يعني تمس بطاقه النادي الاهلي. واحنا نتمنى ان الناس تبقى ملتزمه بالبيانات، علشان الناس بتشتكي من حاجات كثيره في ان هم بيجي يدخلوا رقم القومي بيترفض، بيكون ده سببه ايه؟ ودي نقطة مهمة جدا. سبب الرفض للرقم القومي ان الرقم ما بيكونش مطابق للرقم اللي موجود في الصورة اللي هو حاططها جوه، يعني مع بيانته. يعني بيبقى في اختلاف بين رقم القومي ورقم الصورة البطاقة اللي هو رافعها. تمام. غير متطابقين. تمام. يعني عدم التطابق. تمام. يعني انت بتأكدي بس من الجمهور ان هو يطابق البيانات زي بعضها. ايوه بالظبط. المرحلة الثالثة بقى وهي الأخيرة، الأستاذ إسلام شاكر هياخد بقى الأظرف ويقول لنا عمل ايه مع منافس فوري، هو ممثل فوري معانا، وهتوصل الجماهير ازاي، وبتنصح الجماهير بايه علشان توصل عملية التسليم بأمان ويسر واحترام متبادل بين الجمهور وبين اللي بيسلم الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بس حابب اوجه التحيه طبعا لجماهير النادي الاهلي، النادي العظيم اللي هو دايما سباق في كل حاجه احنا اتعودنا عليها قبل كده. وحابب اوضح برضو للجمهور ايه الدورين اللي بيقوم بيهم فوري في المشروع. احنا اول دور بيقوم بيه هو موضوع الدفع من خلال المنافذ، يعني فوري عندها اكثر من 65 الف منفذ منتشر في جميع انحاء الجمهوريه. فدلوقتي المنافذ دي كلها العميل قدر يعمل من خلالها الدفع، والمرحله دي تمت بنجاح خلاص الحمد لله، وكل العملاء توجهت للمنافذ وقامت بدفع ثمن البطاقات والتذاكر. المرحله الجايه اللي العميل دلوقتي داخل عليها هي مرحله تسليم البطاقات، والمرحله دي هتتم ان شاء الله بمنتهى اليسر والتقدير لجمهور النادي الاهلي، ودي هتبقى عن طريق ان احنا هنستلم كل البطاقات في منافذ فوري بلس اللي هي منتشره برده في جميع المحافظات بتاعه الجمهوريه، وهنبدا نوجه رسائل للعملاء بالترتيب بحيث ان كل عميل او كل مشجع هيجي له كارت بتاعه في الوقت المناسب. اول ما العميل او المشجع يجي له الرساله اللي فيها اللي بيقول له انزل اتفضل استلم تذكرتك من المنفذ، بيقوم العميل بيتوجه للمنفذ اللي اختاره في الاستلام وبيستلم منه الكارت على طول. وده بيتم بان هو بيوري للموظف اللي موجود بتاع فوري البطاقه بتاعته، وبيتم استلام البطاقه من خلال اي مشكله، والمشكله بتكون وان شاء الله الموضوع بيتم بسهوله ويسر جدا. فانا حابب اوجه تحيه لجماهير النادي الاهلي، وحابب اقول ان شاء الله ان دي تكون خطوه او حجر الاساس اللي بعد كده هيكون عليها يتبني موضوع عوده الجماهير للملاعب باذن الله. كده احنا يعني وصلنا الرساله لكل جمهور النادي الاهلي ان حضرتك السلوجان بتاعنا اهلاوي وافتخر. فعلا فخر لنا كلنا بان احنا لما اصدرنا بطاقه الجمهور ما بعناش تذكره موسميه، ودي نقطه مهمه جدا ان في حد قال ان احنا بعنا تذكره، لا، احنا بعنا بطاقه الجمهور تخليك تاخد تذكره في اي وقت مصرح بيها لحضور الجماهير. اعتقد ان ربنا ناقص خطوه واحده وهي دخول المباراه. بوصل رساله للجهات الامنيه من خلال حضرتك وبالتحديد مديريه امن اسكندريه، واحنا بنتواصل مع اللواء عادل الرشاد مساعد الوزير الامن دايما واللواء عصام عثمان، ان دايما كل الناس دي بتتعب، فيا ريت تعبنا ده يكون على قد التقدير المتبادل بينا يوم دخول المباراه. كل اللي طالبه من الساده الضباط، حضرتك بطاقه الجمهور اتاكد منها واتاكد من التذكره، خد كل اجراءاتك. انت يا جمهور النادي الاهلي خلي في ابتسامه متبادله بينا وبين بعضنا كلنا، انت حضرتك ابتسم، والدور التأميني اللي مطلوب من الشرطة التأميني وليس التنظيمي، التنظيم بتاع النادي طبقا للائحة والتأميني بتاع الشرطة طبقا للقانون، والجمهور يلتزم باللي يقوله القانون ويقوله النادي عشان ده التنظيم والتأمين. دي الرسالة للجمهور، كلنا محتاجين بعضنا، مفيش حد هينفع يبقى لوحده ولا حد هينفع يمشي لوحده، كلنا لازم هنمشي في طريق واحد. احنا بدأنا الطريق، كل الناس قالت فكرة وكل الناس قالوا طريق، مجلس إدارة النادي الأهلي
مدير التنفيذي اللي هو شيرين شمس والمهندس محمود طاهر كان دايما يقول ان احنا عاوزين طريق نمشي عليه، هو ده الطريق كلنا حطناه، اللي حط الصوره دي اشترك فيها تعب فيها على مدار الاشهر اللي فات، لا تتخيل حجم المعاناه. كل المجموعه اللي انت شايفها دي كلها وانا يعني يعتبر واحد من الموجودين اللي تعبوا واجتهدوا وعلشان يقدروا يوصلوا بطاقه الجمهور لجمهور النادي الاهلي كلهم في تخصصه، الاستاف كبير والفريق، وفي ناس مش موجوده ان في شيفت تاني، بوجه لهم التحيه، بوجه لكل واحد ساعد علشان توصل بطاقه الجمهور النادي الاهلي، وفعلا اهلاوي وافتخر.